مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد متجدد من برنامج السجان، والذي تشاهدونه دائما عبر قناة الوطنية. برنامج السجان مشاهدينا الكرام يبقى وفيا لعاداته لتقاليده، يطرح كل المواضيع بسطح عال من الجرأة، ولأول مرة في الجزائر تحضر معي اليوم في هذا العدد شخصية مثيرة للجدل، يلقبونها ربما، وهذا شيء يؤلمها كثيرا، بأنها تمارس الدراما كثيرا، لازالت تعيش على أوجاع لن تنساها ما دامت الحياة تدب فيها. أحلام عموري حاضرة معي اليوم ببرنامج السجان. أحلام، مرحبا بك، أسعد كثيرا بوجودك معي اليوم. مرحبا بك أيمن، مشكور على الاستضافة. خليني في البداية نقول لك، أحلام أم فتيحة أم هاجر؟ يعني جبت اسمي لك، حرية الاختيار. هيا طيب الاسم اللي حبيت، فاتيحة هاجر عموري، أجمل اسم في العالم بالنسبة لي. أحلام، ما هو الشيء الذي دفعك لقبول حضور هذا البرنامج وأنت تعلمين جيدا ما ينتظرك؟ وأكيد أن هناك من أخبرك بأن الذهاب إلى هذا البرنامج قد يؤرقك، أعطيني أسباب خلاتك تجي لهذا البرنامج. الأسباب اللي خلتني نجي لهذا البرنامج أني من طبعي أني ما نرفضش الدعوة، فقط لأنه جريئة أنه البرنامج أيضا. طبعا أكيد معروفة الجرأة. معروفة الجرأة ديالي. شحال نسبة الجرأة تاعك أحلام؟ تفوق خيالك. أحب التحديات أيضا. الدنيا أصلا الحياة تحديات، الحياة في حد ذاتها تحديات، خاصة بالنسبة لك أنت، تحديت الكثير من الظروف. الحالة النفسية الآن مستقرة؟ لا الحمد لله، الحالة النفسية يعني حاليا جدا مستقرة، طمأنينة داخلية مش طبيعية. بما نحكيت على النفسية، أحلام، كسؤال أول خليني نعرف، شحال من أطباء نفسانيين زرتيهم؟ سؤال جميل. كاين زرت والحمد لله يا ربي، ومازلني نتعافى، ومشي فقط أطباء نفسيين، بزاف حلول جاءت ليهم، وحلول يعني رائعين يعني صراحة، منهم التقرب من الله والحمد لله، وأقواهم التقرب من الله طبعا أكيد، والحمد لله يا ربي، راني في طمأنينة داخلية مش طبيعية الحمد لله. أحلام، القسوة، القسوة على الشخص، القسوة على القلب، القسوة أيضا على إنسان فقد عزيزا عليه، ربما تنطبق المقولة ارحموا عزيز قوم ذل. عشت القسوة بكل أنواعها؟ عشت قسوة ماشي طبيعية في أقصى أيام حياتي، يعني مع الصدمة، يعني مع الصدمة صدمت فوقها يعني في نفس الوقت. كما نقولهم دايما، عشت المميت ولكنني لم أمت، هذه القوة اللي يعطيها لك ربي طبعا أكيد، فما نحن إلا بشر ضعفاء، ولكن كنت مسكو به قوة رهيبة أنت، وتندهش تندهش كيفاش تجيك هذه القوة. أحلام، يغرضك الحال أنهم يقولوا أحلام تدير الدراما بزاف، ربما بكاء وعويل وغيرها؟ والله تصدقني هذا الكلام ما يوجعنيش بقدر وش وجعني، يعني إنسان كيكون جوز أوجاع أكبر من هذا الكلام عادي. ربما لا أحد عاش مكانك ولا أحد يشعر بقيمة الفراق، فراق شخص لن يعود إلى الحياة مجددا، هي سنة الحياة، خاصة ربما وآخر مكالمة كانت مع فقيدك أنه أنت تنتظريه. إيه، كان معايا هو، كان معايا 6 نوفمبر 2024، كان معايا، سافر، وصل، توفى 7 نوفمبر 2023، سوري خلط، يعني العام اللي فات، سافر 6 نوفمبر 2023 وتوفى 7 نوفمبر 2023، يعني ليلة برك باتها في الجزائر. آخر مكالمة تحتفظي بها؟ ما هيش مسجلة للأسف. مع أني مولفة كان نسجل بزاف ذكريات مع زوجي هكذا وهو في الحياة،
ما احتفظتش بها، ولكن انا محتفظه بها هنايا. كي قال لي كانت في الجزائر الساعه 6 مساء، وكانت عندي انا وين كنت الساعه 9 ليلا، وقال لي ما ترقديش. كان عندي برنامج انا باي دوي على بالك بلي اعلاميه، وكنت نصور في برنامج الهيكا. قال لي ما ترقديش، قلت له عندي غدوه برنامج لازم نوض بكري. قال لي لا لا ما ترقديش نسحقك. وحنا مولفين دائما كي زعما مثلا كي يسافر نهضروا دائما بالتليفون، كما نقولوا حنا ابل كاميرا، نهضروا دائما كي ما يكونش معايا طبعا، كي يكون مسافر يخدم. فمازال نستنى، مازال نتفكر في الملامح ديالو. كي قال لي ما ترقديش نسحقك، ومن بعد موراها بسبع دقائق عاودت له رفض لي وليد عمه في التليفون وفتح لي الكاميرا، وشفتو هكا مربوط وجهه في المستشفى، يعني مات. حدث صعب بعد سبع دقائق. سبحان الله، كان يقول لك استنيني. استنيته انا، هو ما استناكش؟ لا ماشي هو اللي ما استنانيش. ربي ما ياخرلكش الساعه تاعك ولا يزيد لك فيها ولا ينقص لك فيها. كلنا عندنا ساعه، اهم شيء انه نعيشوا هذه الحياه، ما تبقى لنا من الحياه سواء كان ساعه او نهار او اسبوع او سنوات، نعيشوهم من اذيوش غيرنا. هذا ما كان، لانه يكون الأغلاط بينك وبين ربي سبحانه. الله غفور رحيم، ماناش راح ندخلوا للجنات النعيم بأعمالنا، ندخلوهم برحمة ربي سبحانه. ولكن الغلط بينك وبين البشر مقتصر على عفوهم، إذا ما سامحوكش. سأتي إلى قضية التسامح فيما بعد. كان عندي سؤال، هو هل تعتبرين نفسك إنسانة أو زوجة صالحة؟ لكن شفت واش درت على جال الزوجة ديالك، فأكيد أنك زوجة صالحة. وشيء وقل قليلا من يفعل ذلك لأزواجهن بعد الحمد لله يا ربي موتهم. هذا الشيء قوة من عند ربي، وبهذا الشيء لقيت الخير، أنه بعد ما يتوفى زوج المرأة. طبعا أنا مثلت المرأة الجزائرية الحرة اللي على طبيعي كيفاش تربيت. لكن سؤال مطروح، أحلام إلى متى ستظل أحلام تقوم بأعمال خيرية لصالح زوجها؟ إلى آخر يوم في حياتي، ومشي لازم نصور يعني مستقبلا. فأنا كبداية صورت اللي درته، لأنه واجبي كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نأثر في الخير. علاش نتذكروا فقط الأشياء اللي نتذكروا تاني الأشياء الجميلة؟ هو ما هوش رياء أبدا، بل حث، تحث الناس أن نديروا على أرض الواقع وننشر حياتي الطبيعية العادية. يعني أنا اللي يتابعوني على بالهم باللي كيما راني نطلع في الستوري، ما مرات نطلع متشنشفة، مرات بلا مكياج، يعني أغلب الوقت يعني نطلع على طبيعتي. فالموضوع أنه أنا وش ندير في حياتي نوري لهم، سواء حاجة مليحة ولا مش مليحة. مرات هما يصلحوا لي يقولوا لي هذه مش حاجة مش مليحة، نسمع لهم، راهم متابعين تاعي، تربينا مع بعض سنوات وسنوات. أنا مانيش من البارح على السوشيال ميديا، راني ما شاء الله من 2015 على مواقع التواصل الاجتماعي، من سناب شات وإنستغرام وفيسبوك، يعني عندي جمهور جميل. ما شاء الله ربي يحفظوا لي ونحبهم. جميل أحلام، رغم طيبتك التي تدعينها تدعين بأنك إنسانة طيبة، إنسانة راقية، لا تفكيرك ربما تفكيري. أنا لا أهاجمك صراحة، لكن ربما أتكلم معك على حسب شخصيتك، على حسب طريقة كلامك اللبقة والمحترمة. لكن هل هناك ما يستدعي أنك ترفضي طلب سماح شخص في هذه الحياة؟ طبعا، وأنت تعلمين جيدا من أقصد بكلامي. الشخص الذي طلب منك السماح على ما بدر منه، ربما كان شجاعا في اتخاذ هذا القرار، ربما أخطأ وحان الوقت لتصحيح هذا الخطأ، لكن لماذا أحييتي تلك الروح الشريرة التي بداخلك؟ لا، روحي ليست شريرة الحمد لله يا ربي، لم أحيي الروح الشريرة. لحاجة نفهمها لك، أنه الوجع درجات. أوكي، لو كان جاءوا طلبوا مني سماح ليلتها في الحدث والله ننسى خلاص، ولكن بعد سنة
من المحاولات، سنة كبيرة من المحاولات تاع أنه إنسان يدمرك، أنه إنسان يزيد يضغط عليك، يظلمك ويزيد يصر على ظلمك. بعد سنة ما الغرض من طلب سماح؟ وفي الأخير بان الغرض، أنا غير قلت ما سامحش، بان كلش، ومن بعدها خرج العيب واحد آخر. anyways نعرف نحس أنا يا والحمد لله يا ربي. على كل حال ربي نصرني، هذا نصر من عند الله سبحانه وتعالى. هل سيأتي يوم تغفر لها فعلتها؟ لا لا لا، مستحيل. ولو على فراش الموت؟ أبدا مستحيل. لا، خطش ما ظلمتنيش وحدي، ظلمت وليدي وراجلي. هل من حسك تحكي في هذا الموضوع؟ يوجع هذا الموضوع، غير تغيره لي وعينيك ندخلوا في مواضيع أخرى أحزن. يوجع بزاف. عباك شو معناتها انتهاك حياة خاصة؟ مؤلمة. انتهاك حياة خاصة، انتهاك حياة خاصة. الحم والظفر، الظفر هي مشي طوال، الحم والظفر شكون يدخل بيناتهم؟ انتهاك حياة خاصة. سبحان الله، يعني إنسان يخرج للعلن ويجي وليدها، راجلها، أختها، ماماها، باباها، هذه انتهاك حياة خاصة. هذه أنا أصلا عمري ما في محتوايا اللي كان قبل عام، قبل وفاة الزوجة ديالي، محتوايا ما كانش قح حياتي الخاصة. كان مثلا تربية أطفال، كان هكا تهبط الفيديوهات راك تشوف، محتوايا سفرياتي، الاستقرار في بلد معين وكذا وكذا، يعني تعرف المحتوى تاعي. بعد ما صرالي هذاك العجب اللي ما يدخلش في الراس، واللي لو كان نكون أنا كيما يقول لك أفعى سامة بعيد الشر على وجه الواقع، على وجه الأرض، في هذاك لو مومون دو فيبلس، في هذاك الموقف تاع الضعف، ما نستاهل حتى حاجة تندار لي، فقط الجبر بالخاطر. أنا عدويا لو كان يموت لو كاش واحد نجبر بخاطره، والله ما نزيدش عليه. ربما هذا عدويا. أحلام أعتذر منك، ربما تعدلين عن قرارك هذا، ربما بيناتكم صدقة كبيرة، ربما بيناتكم لا صدقة ولا بطيخ كما يقولوا ليك والو. لا صدقة لا سيدي زكريا، ما كان والو. الموضوع كبير بزاف، يعني موجع. واني نتعالج منه يعني، والحمد لله. عند اطباء نفسانيين؟ يعني مانيش حابه نقول انا كيفاش راني نتعالج منه. ممكن مع الوقت كي نتعالج تماما، والله ما نبخل حتى واحد اني ننشر معاه العلاج الرائع، اللي خاطرش باش نتفاهموا، ماشي غير احلام عموري اللي عندها مشكل في الحياه. الناس قاع عندهم مشاكل والله. يشوف يعني، والمشاهدين ما يتفرجوا فينا، كون نقدر كيفاش نسقسيهم ويجاوبوني. والله غير دوك يبداو يحكوا انا كذا، انا راجلي دار لي، انا يقول لي واحد، انا مرتي، انا بابا، انا يما، انا اختي، انا مرت خوت راجلي، انا عجوزتي، كل وحده واش تقول. يعني مجتمعنا فيه بزاف اوجاع، ياك. ومجتمعنا خاصة أن النساء يعني يحتاجوا الحلول، كيفاش يطلعوا من هذه الصدمات النفسية واللي تندار، لأنه الله غالب بعض البشر ما عندهمش قلوب، كيشوفك في صدمة يزيد يعفس عليك. فهمتني؟ أحلام، كسؤال آخر في هذا الموضوع، يا ريت يكون آخر. يجي نهار تسامحيها أو لا؟ لا، قرار نهائي؟ لا. طيب أحلام، تعتبري نفسك إنسانة محبوبة عند الجماهير وعند الشعب الجزائري؟ أنا نعتبر نفسي إنسانة أنا نحب هذا الجمهور اللي يشوف فيا، فمستحيل أنا نحبه وما يحبنيش. طيب أنا هبطت للشارع الجزائري، شفت بعض مقاطع الفيديو، أوكي، سألتهم على أحلام عموري، هناك الإيجابية وهناك السلبية، أحترم كل الآراء. تفضلين أنه نبدأ بالسلبية أم بالإيجابية؟ شوف، نبداو بالسلبيه باش نخلو النهايات مفرحه. طيب، المخرج من فضلك خلينا نشوفوا مقاطع الفيديو بالمقاطع السلبيه. بون، ديجا انا دو باز ما نتبعش بزاف لي ريزو سوسيو، مي بيرسونالمون شفت هكا كلكو ستوري عليها. انا بيرسونالمون جام با لي بيرسون لي يحكوا لا في بيرسونال تاعهم في لي ريزو سوسيو. بون، انا شخصيا ما نتبعهاش، مي فو كو انا كاع سوغ لي ريزو سوسيو، دونك راح تشوفها. على كل حال انا ضد هاد المؤثرات،
باسكو الا راهم ياثروا راهم ياثروا غير في نفسهم وراهم ياثروا بطريقه سلبيه دونك ما ندعمهمش من الاخر. اه نعرفها شايفه. شو رايك فيها؟ والو دراما بزاف يا دير دراما بزاف بزاف. واش تقولها؟ ما نقولها عندي ما نقولها احاشمي اختي هذا ما كان لا مزيان اخو شحال نقول لك انا بيرسونالمون نحكي رايي انا ما نحبش واش يديروا كاع شغل موش يديروا موش يهضروا مع ذاك البوز يكري وهي هي هي شخصيا تحبها ولا ما تحبهاش؟ ما نحبهاش شغل بيرسونالمون علاه جا مات راجلها شغل الدراما اللي دارتها اكثر من واش دراما لو كان يتشوف فيك الان واش تقول له؟ نقول لها الله يهديك الله يهديك راجلك مات ترحمي عليه والسلام عليكم ما ديريش دراما 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 ما كاش اللي يحبها. احلام عموري تعرفها؟ سامع بها يا اخو. واش رايك فيها؟ ما تعجبنيش يا علاش؟ باسكو دي دراما بزاف فاهم دراماتيه بزاف فاهم كما واحد ضربها على حسب على حسب ماني شافي قالت لهم زعما بديت بير في الهند منها ما عجبتنيش يا بصح مليحه حاجه مليحه تبني صداقه لا ما باليش يا اخو بالك تقدر دير بهم هنا صوالح في الجزائر فاهم. خلينا نشوفوا الان الايجابيه المخرج باش ما تخرجناش احلام عموري من الاستوديو. لا ابدا مستحيل. بيان سور احلام عموري هي شغل ميغ بيرسون اللي نحبها تعجبني الشخصيه ديالها عندها شخصيه قويه رغم كل الظروف اللي جات عليها كانت سيتياسيون ديالها شويه صعيبه مي نحبها بزاف انسانه تحب خدمتها مالغري عندها شويه لي جالو اي تو مي بون نقولها ربي يقدرك ان شاء الله هي بون كونتينياسيون ونحبها. هي شخصيه جزائريه تعيش في الامارات واسمها احلام عموري. اسكو راك سامع عليها من قبل ولا لا؟ اني سامع عليها ويهضروا عليها لجان يهضروا عليها كبار يهضروا عليها صغار سمعت عليها. واش راك سامع عليها؟ على الخير ان شاء الله. سمعت عليها حزنت على رجلها مدة زمنية وهذا الانسان مات ربي يرحمه والله يجعل مقامه في الجنة ان شاء الله وبنات بير صدقة عليه جارية في الهند والله ياتيها بالصبر ان شاء الله ليها وللجميع ان شاء الله. ان شاء الله والله يا الحاج غير راك تبع. ان شاء الله نتبع. لو كان يتشوف فيك دوكا واش تقول له؟ ان شاء الله ربي ياتيها بالصبر وحنا هذه سنة الحياة كاع نموتوا وكاع ربي يرحمنا والحزن بزاف ماشي مليح. ان شاء الله ربي ياتيها بحاجه اللي تنسيها بهذا الانسان. ان شاء الله الحاج يعطيك الصحه. بارك الله فيك. تعيش. بارك الله فيك. تحيه الجزائر. جيت نقول لك بلي ولا غنحبك احلام وكون دراما دوك اللي بنيتي كون ترمي علينا ماشي خير. الله يحفظك. تسمى تقولها لو كان دراما اللي بنيتي بهم بير في الهند هكذا. بير في الهند وكان تعطينا ترمي علينا شويه واحد ينافيكي فيهم الجزائر خير. الله نستعرف بك. يا حبيبي السلام عليكم. نعم احلام. نعلق؟ اكيد. لك حرية الاختيار باش تبداي التعليق على الإيجابية. اللي أثر فيا بزاف بون دوك نعلق عليهم كامل بصح اللي أثر عليا بزاف هو تفضلي. شكرا. هو الإنسان الكبير اللي في عمر بابا وشيخي شغل هو كي كان يهضر هذيك الهضره تاعو تاع شغل شجعني على واش درت هكا حسيتو شغل شيخي ويشجعني على واش درت لوليدو. اما نجاوب شويه على لا بارتي الاولى تاع السلبيه. لا بارتي الاولى تاع السلبيه نحترم كامل ارائهم. شفت انه اغلبهم سي دي جون صغار مواليد 2000 2004 2000 صح يبانوا صغار. نقول لهم راكم خاوتي صغار اللي قالوا لي زعما ما ديريش دراما براجلك وكاع نقول لكم راكم صغار مازال ما على بالكمش مازال ما درتوش ديار مازال ما تزوجتوش مازال ما درتوش عائله مازال ما فقدتوش ان شاء الله ربي ما يشوفكمش الفقد ان شاء الله. الله لا يجعلكم لا فاقدين ولا مفقودين. صعيبه بزاف نهار اللي تزوج ودير الدار وكذا وتكون عندك مرا فحله في الدار تفهم قيمه الزوجه واش تقدر دير موراك ولا وانت معاها. هذا ما كان هذو بالنسبه للتعليقات السلبيه لانه على بالي بليك مازال ما عندهمش نوع من النضج كي ينضجوا يفهموا واش درت.
اما هذا ما كان هذا والباقي تاع اللي قالوا لي اشياء ايجابيه نقولهم يعطيكم الصحه ان شاء الله ربي يجبر بخاطركم كما جبرتوا بخاطري بهذا الكلام الجميل. و الشيخ هذاك الانسان الكبير اثر فيا بزاف. وجهي له الكلام. وجهت له نقول له يعطيك الصحه وجهت له قلت له نقول له تمنيت له كان شغل كلامك اللي قلته حسيت شغل شيخي ويهضر معايا. المهم حتى هو دعا لك بالصبر. الله يعطيك الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويخليك لوليداتك ولزوجتك ولاهلك والناس الغاليين على قلبك وجميع الناس اللي اجبرت بخاطري وجميع الناس اللي تجبر بخاطر الناس واللي تدير الخير في الناس. اما الناس اللي تدير الشر في الناس وتظلم نقول لكم فقط نطلب لكم فقط الهداية وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتيحة. شحال يعجبني اسمي فتيحة. مع عبك ما يعيطوليش فتيحة في الدار يعيطولي هاجر. حتى الزوج تاعك كان يعيط لك هاجر. راجلي يعيط لي احلام. حتى عائلة زوجي يعيطوا لي احلام. بابا وماما يعيطوا لي هاجر. وزوجي يعيطوا لي احلام، بناتي يعيطوا لي احلام، يقولوا لي ماما، بصح كي يسقسوهم يقولوا لهم واسمها ماما يقولوا له يقولوا لهم احلام فوالا. معليش انا نقول لك فتيحة. معليش من الفتح. اجمل اسم والله فتيحة. فتيحة لو كانت هذه آخر دقيقة في حياتك، آخر دقيقة في حياة أحلام عموري، وش تقدري تقولي في هذه الدقيقة الأخيرة؟ كلام لتوجهيه الناس اللي ظلموك، كلام توجهيه الناس اللي انت ظلمتيهم، حاجة توصي عليها، آخر دقيقة في حياتك وش راح تقولي فيها؟ آخر دقيقة في حياتي؟ ما لازمش نحسبوا روحنا باللي رانا بيرفكت يعني بخف يعني كاملين متكاملين في الدنيا. لازم نطلبوا سماح. انا اذا اذيت بشر من 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 خلق الله نتمنى انه يسامحني اذا سببت له اذيه. طبعا اكيد نطلب السماح، نطلب السماح من كل قلبي، مش نطلب السماح لمصلحه، لا بالعكس. فقط الناس اللي ظلموك وش تقولي لهم؟ ما يكفي يعني هذه اخر دقيقه في حياتك احلام، لا مجال لي نقولهم تلاقاو عند ربي. اذا ظلموني حاجه خفيفه راهم مسامحين، بصح الحاجه الثقيله نتلاقاو عند ربي. هذا ما كان احلام عموري. شكرا، سامحيني اعتذر. لا والله لطف منك. الله يحفظك. ربما احيت لك جراح. لا بالعكس والله ماني مجروحه كما كنت. عام أيمن، خلاص الحزن، خلاص قررت. كآخر الفرح سؤال. قرار. كآخر سؤال قبل الختام. تفضل. تكوني صريحة معي. بكل صراحة. وعد. وعد والله. وعد الحر دينون عليه. أنا مصبح وأنا صريحة. في المدة الأخيرة كم عرض زواج تلقيتي؟ بزاف صراحة، بزاف بزاف مش ما بزاف. أكثر من 10؟ هو أكثر 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 أكثر. خاصة في الجزائر. يعني عشرات. بزاف. بزاف. وما زال ما حطيت بالي مع حتى جهة يعني صراحة، وما عطيتش ماشي ما نقول لك أنا ما عطيت حتى مجال. لماذا؟ مازال ما دخلت ليش في عقلي. على بالي بلي صغيرة، حتقول لي صغيرة في اللاج وعن بالي، بصح مازال عندي امورات اخرى نخمم فيهم، مستقبل بناتي، نجاحات ان شاء الله باذن الرحمن. لانه لو كان عمري ما تزوجت اوكي لازم لو كان نفرض انه احلام تجي نهار وتوافق على الزواج، وش راح يكون اهم شرط؟ النضج، انسان ناضج واب لبناتي فقط. ما تطلبيش انه يحبك لا طبعا اذا حب بناتي. الرجل ما يقدرش يحب اولاد المراه بلا ما يحبها هي. عادي رجل تتقبل منه كل شيء، رجل عنده قلبه كبير يعني قادر يحبك. رجل قلبه كبير يحبك اليوم يكرهك. انت راجلك تقول راجلك كبير. الله يبارك. لا لا يقول احترام. نقدر نعرف اعمارها اللي يحبوا يتزوجوا بك؟ لازم يكون ناضج، لازم كبير عليا. انا زوجي كان كبير عليا بخمس سنين. الله يرحمه. يقولوا لي علاش مزوجه بواحد كبير عليكم؟ انه هو يبان ملامحه كبير من شده التعب في الدنيا، شقى ودار، هو اللي دار لعائلته كامل يعني. هو اللي شقى.
يعني اهم شروطك انه يحب بناتك ويكون ناضج. ايه يكون انا الرجل يجذبني فيه النضج تاعه، انسان ناضج، انسان يعرف قيمه الزواج، لانه الزواج ماهوش لافيون غوز، الزواج هو مسؤوليات. هو نزعفوا من بعضانا ونسامحوا بعضانا ونفرحوا مع بعضانا، ماشي غير حياه واو. اكيد ويوم الغضب، ويوم الغضب انكم طبعاً تناقشون ذلك الموضوع الذي سبب الغضب والمشكله وليس قطع العلاقة كما يفعل الكثيرين. لازم تناقشوا بيناتنا، ما ندخلوش طرف ثالث سواء من أهلي ولا من أهله. هكا كنت نمشي مع راجلي، كانش خط أحمر. أحلام شكرا مرة ثانية، سعدت كثيرا بوجودك معي اليوم. خلي لك آخر كلمة لمتابعيك ولمتابعي برنامج السجان ولكل الشعب الجزائري. نقول لكم راني بزاف فرحانه كي راني في الجزائر، ما تقدروش تتخيلوا. قلتها في ستوري مليون مره، راني فرحانه كي راني في الجزائر. هكا ما على باليش ما يحس بيا غير المغترب، هكا كي نمشي في الشارع ونشوف ولاد بلادي، نمشي كنشوف بلادي راني فرحانه. ونقول لهم نحبكم بزاف، وربي يخليكم ليا، وانا بالي بلي تحبوني كيما نحبكم. تلعبوها برك ما تحبونيش. بالتوفيق مره ثانيه. الله يسلمك. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا لنهاية عددنا لنهاري اليوم من برنامج السجان، دائما عبر قناة الوطنية. نضرب لكم موعد في قادم الأيام مع ضيوفنا آخرين، مع موضوع آخر، مع جرأة أخرى. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي أنا وكل الطاقم العامل بهذا البرنامج. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.